مساء الخير جميعا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخر النهار على شاشه قناه النهار. البدايه النهارده حزينه جدا من لندن الحقيقه، اللي توفي بها اليوم واحد من الابطال، العميد ساطع النعماني، وهو كان اصيب برصاصه في عينه اليسرى باحداث بين السرايات في يوليو 2013، واصبح بعدها وحتى الان رمزا من رموز الشرطه المصريه. المعلومات اللي عندنا بتقول انه سافر لندن من اسبوعين لاجراء جراحه جديده في الوجه، وامبارح كان بيستعد للعوده الى القاهره، وشعر بتعب ونقله شقيقه الى مستشفى سانت ميري في العاصمه البريطانيه وتوفي بها. النعماني كان نائب لمأمور قسم بولاء الدكرور وقت اصابته، وقعد 60 يوم في غيبوبه كامله، ولكنه عاد للحياه وكان بيشارك في المناسبات وفي لقاءات وندوات عديدة الحقيقة خلال السنوات الماضية. وطبعا أسرته في حالة صعبة جدا النهاردة، احنا بنقدم لهم خالص العزاء، ولمصر كلها طبعا، لان ده بطل من ابطال اللي عايز اقول الصمود امام يعني ظروف صعبة جدا مر بيها زي زمايله طبعا من افراد الشرطة المصرية في هذا الوقت العصيب. ويعني قدرنا ان احنا نتواصل مع شقيق الفقيد البطل طبعا ساطع النعماني، وهو الدكتور سامح النعماني. وبعزي حضرتك يا دكتور سامح، مساء الخير. مساء النور يا استاذ معتز. طبعا طبعا سبحان من له الدوام، و100% انتوا مؤمنين طبعا جدا بان ده قضاء الله وقدره، وعايز حضرتك تعقب لي على يعني ازاي تلقيتوا هذا الخبر يعني. الحمد لله، وبعزي نقيب ساطع النعماني لمصر كلها. ايوه. ويعني احنا استقبلنا الخبر المفروض الساعه 8 الصبح توقيت القاهرة، 6 الصبح توقيت لندن. بلغني بيه سراج أخونا، وطبعا هو كان ساطع بيجهز للرجوع الليلادي مصر هو وسراج، ويمكن كان امبارح بيجيب الهدايا لابنه ياسين. ايوه. ويعني ابنه مستني، المفروض هو ما يعرفش حاجة لغاية دلوقتي، ومستني وجود أبوه معاه. أيوة. الحمد لله على كل شيء. طبعا يعني هو رمز من رموز الشرطه وبطل من ابطال مصر، ودفع حياته ثمن لاداء واجبه، ده كلام متهيألي يعني مش محتاج ان احنا ناكد عليه، ولكن النهارده ونحن بننعي العميد ساطع النعماني لمصر كلها، ممكن حضرتك تكلمنا عنه على شخصيته وعلى طباعه على ارتباطه باسرته على تحمله المأساة اللي تعرض ليها، عايز اقول ايه، لمدة اعتقد 5 سنوات او اكتر يمكن. يعني انا كان ساعدني الحظ ان انا كنت اول واحد تلقيت خبر اصابته، انا استشاري في مستشفى الشرطة، وتلقيت خبر اصابته على اعتبار ان انا الاستشاري اللي هروح اكشف عليه، لان اللي بلغوني ما كانوش يعرفوا ان هو اخويا. اي. وقبل ما ادخل مستشفى الشرطه فوجئت، يعني الناس بتحاول انها تقول لي لا ما تجيش، خلاص احنا عالجناه. انا ما كنتش عارف ان هو اخويا لغايه لما استدعوني. طبعا لما شفته كان اول كلمه قالها لي، قال لي يا سامح انا كويس ما تخافش. ايوه. كان هو اللي طمني. بعد كده احنا سافرنا سافرت انا معاه في رحله علاجه في سويسرا. وساطع مقاتل حقيقي، مقاتل بمعنى الكلمة. أيوة. مقاتل حتى وهو في الغيبوبة، مقابل حتى لما فاق. كان هو اللي مخفف عني في سويسرا، كان هو اللي بيخفف عني، كان هو اللي بيقابل الناس اللي ما تعرفوش ان التقرير اللي انا كتبته بتملية من ساطع اتقدم للمنظمة الدولية في جنيف وقت ما كانت الاحداث في عزها، وكانوا عايزين يعملوا ادانه لمصر. وجا وفد من المنظمه دي شاف ساطع وقعد معاه، ويمكن هو ده من ضمن الاسباب
اللي اتمنع ان يحصل قرار ادانه لمصر لان الناس شافوا الحقيقه. اي سطع يعني الاصابه اللي جات له كانت اصابه مميته بصراحه، هي كانت رصاص محرم دوليا. ما خبطش عينيه الشمال بس، هو خبط عينيه الشمال واليمين لان هي الرصاصه انفجرت جوه المخ. فهو فقد عينيه الاثنين بصراحه. بس في الفتره دي يعني الحمد لله كان راضي وقانع باللي حصل. في وقت من الاوقات ما كانش مصدق، في وقت من الاوقات كان بيتضايق، كانت حالته النفسيه بتتهز. بس كان دايما هو اللي بيشجعنا، كان دايما هو اللي بر بينا، كان دايما هو اللي بيخدمنا. احنا يعني كنا عايشين بحسه، كنا عايشين وهو كانه هو اللي مفتح مش احنا اللي مفتحين. سبحان الله. دكتور سامح لو معلش استحملني شويه لانه طبعا الفقيد يعني يحظى بمكانة خاصة في جموع المجتمع المصري ويعتبر رمز للبطولة وللتضحية، فتعالى النهاردة نديله حقه شوية. يا ريتك توصف لي أو تحكي لي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة العميد ساطع النعماني، لأن أنا اللي عارفه إن هو كان بيشتري الهدايا وراجع كويس ومفيش مشكلة، وكان في طريقه حتى للمطار راجع على مصر. ده حقيقي. انا ما اعرفش وساطه عمل عمليه من 5 ايام، بس هي عمليه بسيطه يعني، هي عمليه في اعداد العمليات عمليه بسيطه قوي. كان بيقفل جزء من عينه عشان ما يحصلش تقرحات في القرنيه. ويمكن حصل رعشه وشويه تشنجات بعد العمليه وانتهت، وهو كلمنا وقال انا كويس وخرج من المستشفى وتحسن وكان كويس جدا. اي لدرجه ان خلاص يعني حجز السفر وكان راجع، وكان بيكلمنا لغايه امبارح، وكلم امبارح ابنه وقال له انا جاي لك تحب اجيب لك ايه وكده. اي بس طبعا كلنا اتصدمنا بالخبر الصبح، ما لدرجه ان في ناس ما صدقوش، لدرجه ان انا كلمته على تليفونه عشان اتاكد. ما يعني ما حدش مصدق لغايه دلوقتي. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه باذن الله. يا ترى يترك أسرة مكونة من كم فرد العميد ساطع النعماني؟ يعني هي أسرته مصر كلها، بس حقيقي يعني هو مراته دكتورة شيرين وابنه ياسين. وياسين في أنهي مرحلة؟ هو في رابعة ابتدائي. 10 سنين يعني. ربنا هيتولاه أكيد، و ان شاء الله يبقى برضو يقولوا ايه يعني هذا الشبل من ذاك الاسد، وربنا معاهم جميعا. يا ترى يا دكتور سامح عودة الجثمان هل تم تحديدها؟ لا، هي يعني احنا دلوقتي في اجراءات شكلية ان الكارينر في لندن المفروض ان هو يقابل اخوه او قريبه اللي كان معاه اللي هو اخوه يعني. وياخد منه شويه اقوال. يعني هو زي مفتش الصحه عندنا بس له سلطه قضائيه بحيث ان هو يصرح بالدفن او يؤمر بالتشريح، بس يعني دي اجراءات شكليه يعني. ان شاء الله باتصالات من هنا يعني تشريح يتم. التشريح عندنا دكتور سامح بيبقى لاسباب نقول جنائيه او كده، فانما ايه ليه هنا، ايه الداعي للتشريح هنا؟ لا يا فندم، هو كل جثه المفروض انها تتشرح ما لم يثبت العكس، بس دايما هنا عندنا في مصر بيكون في اسباب، انما لو في حد بدون اسباب واضحه، وغالبا المستشفى في لندن يعني عايزه تحس ان هي في امان او ما حصلش حاجه من نتيجه العمليه. لا، ولو اني استبعد كده لان هو بعد 5 ايام من العمليه حصلت المشكله دي. فاعتقد ان هي اجراءات شكليه يعني انضباط بس كده للتصريح. القانون ده موجود في كل العالم، بس يعني هم جايز ستريكت شويه في لندن. بس ربما لو في اقرار من اخوه انه ما فيش مشاكل، مش معترض على حاجه، اعتقد ممكن ده يسهل الاجراءات، ولا حضرتك عندك معلومات تانية؟ اعتقد هو ده اللي ممكن يحصل، بس ما يقابل الشخص المسؤول. يعني نتوقع عوده الجثمان ان شاء الله مثلا في خلال نقول 48 ساعه او حاجه كده يعني. اتمنى يا رب. انا مش هاسخل عليك الحقيقه اكتر من كده، لانك صوتك هو عنوان حالتك واكيد حاله الاسره كلها، بس احنا بنعتبر ان العميد ساطع هيفضل عايش بسيرته الطيبه في وسط زملائه وفي وسط
المجتمع المصري، ومش حدش خالص هينسى دوره الوطني اللي يعني نقول ايه اللي يعني ما يتميزش بيه كتير عن زملائه من افراد الشرطة المصرية. بعزيك مرة تانية وبقول لك ربنا معاك وربنا يصبركم ان شاء الله، والعميد ساطع في الجنة بإذن الله ندعو له بالرحمة والمغفرة. ده الدكتور سامح النعماني شقيق العميد ساطع النعماني اللي توفي في العاصمة البريطانية لندن بعد إجراء جراحة نظرا للحالة اللي كانت حصلت له نتيجة تلقيه رصاصة في الوجه أفقدته البصر وأفقدته يعني أمور كتيرة جدا في الوجه زي ما احنا شفنا في مقطع الفيديو اللي فات، وهو أجرى جراحات كتير، إنما كانت الجراحة دي كانت جراحة يعني تكميلية وكان مفروض انها بسيطة. وحتى اخوه لسه قايل لنا دلوقتي ان هو كان كلمهم في تليفون وهو خلاص راجع وبيجيب هدايا لابنه ياسين. ربنا يصبرهم جميعا الحقيقة على هذا النبأ المؤسف. بس طبعا مسألة العودة لغاية دلوقتي احنا كنا عايزين ناخد خبر من الدكتور سامح، بس واضح ان في بعض الاجراءات ومش قادر ان هو يؤكد يعني بشكل قاطع اذا كان الجثمان راجع على طول. بعض الاجراءات نتمنى انها ما تاخدش وقت كبير، ونتمنى طبعا اكيد ان يبقى في تعاون كامل من البعثه الدبلوماسيه سفارتنا في العاصمه البريطانيه، ونتابع ان شاء الله عوده جثمان هذا البطل اللي يعني لسه دكتور سامح قايل جمله الحقيقه معبره جدا لما بساله عن حاله اسرته ايه، فقال لك ان مصر كلها اسرته. ففعلا هو عنده حق وصدق في هذه العباره، واحنا بنعزي انفسنا يعني في العميد ساطع النعماني، بطل من ابطال الشرطه وبطل من ابطال مصر. ربنا يرحمه يا رب ويحسن دلوقتي.